بون، مرة أخرى كنعاود هاد الهضرة. المرة الثانية بعد خطأ تقني، كل المغاربة الأحرار بطبيعة الحال، العبيد دوك العبيد، وأنا كنقصد بهم دوك الناس اللي مراد بالديانات وبالجو المكاوي، والناس اللي كتعاير الإجراءات علاش تسدات الجوامع، ولا حلوا الجوامع يا ولاد الكلاب، حلوا الجوامع وصلي وموتوا. أنا كنتسنى الموت ديالكم والعدوى ديالكم، وتقاضيوا بعضياتكم وبعضياتكم. الأحرار غيبقاو في ديورهم، الأحرار غيبقاو في ديورهم، وهما اللي غيعتقوا راسهم. وشكون الأحرار؟ الأحرار الناس اللي عندها شوية ديال الفكر، وهذوك الناس اللي كنخاطبهم، ما دوك الحشرات ما عندنا ما نديرو بهم. موتوا موتوا يا حشرات، صليو، خرجوا ديروا الدعاء اللطيف، ولداك مول الحبه السوداء واللي عنده ما شنو قال لك من جنوب افريقيا، دقوها ليا. انا كل لقيتها ندقوها لامك انا باش تحيد من الساحه، تحيد من الساحه، لان دوك الناس بحالك وبالعقل ديالك وبديك مي كاكا ولا مي ما نعرف، ما نسميكش مي، وعاد كاينش، وانا نبوس وانا نسلم سلمي. حنا بغيناكم تحيدوا من الطريق ديالنا. هذه على بين قوسين الاخوة الاحرار، انكم الاحتياطات واجبة، هذه مسألة ما فيهاش اللعب، هذا راه فيها الموت، الموت او الحياة. الناس اللي ولكن هذا راه الملك الهمام ديالكم اللي كيقول لك سير المقاطعة باش تاخد ديك رخصة ديال السير والرخصة ديال، وكيمشيو 4000 ولا 5000 الناس وكيتجوقوا، المقاطعة مسدودة. إلا كان واحد مريض غيدوز المرض 700 ولا 800 الناس، و800 الناس غدوز 18000 الناس، ستنتهي هاد المهزلة، هاد الوباء راه مهزلة، سينتهي عند الدول الراقية. نتوما اللي غتخلصوا الثمن، صدقوني انا قلت لكم ستموتون كالحشرات، هتبقاو تموتوا في الطروطوارات وفي الطواليطات وفي الأرض كلها طواليط. تحية لخويا يوبا اللي أعطاكم مقارنة بين الدول الغربية والدول النامية، نامية نامية تنمو فاش، إلا كتسمي دولة نامية تنمو، يعني كاين حركة نحو الأعلى. المغرب ما محسوبش تمن الدول النامية، الدولة الوحيدة اللي كتجري على ولادها اللي جاو يدخلوا يزوروا البلاد. الناس هنا ناس مواطنين ألمان في أوروبا كاملة بلا ما نذكر ألمان، اللي حصلوا ولو أنهم عندهم مسؤولية، مسؤولية بأن احنا قلنا لك ما تخرجش وانت خرجتي وحصلتي، ولكن الدولة كتحمل المسؤولية ديالها وكتجيبه. 100 ألف ألماني متشرد بين تايوان وتايلاند والمغرب، المغرب بوحدو فيه 5000 ألماني، طائرة الأولى ولا الثالثة ولا راجت والبارح. إذا الناس الدولة كتحمل بين هذا المواطن ديالي خصني نجيبو من واحد الدولة غير دولة هذيك عندكم، كيجيبوهم كيردوهم وكيدخلوهم لا كارونتين بلاتي نقلبوا لك لا طومبيراتور، نهزوا الدم. ما عندكم لا باش تهزوا الدم ولا القيح، ولا انتوما مقيحين. الدولة اللي كتقول كتنقل كما قال يوبا، كتنقل نحبسوا التعليم، حبسنا التعليم، المدارس الثانويات حبسنا كل شيء، حبستو مالين الحمام ومالين الحلاقة والمقاهي والمطاعم،
الفرق اللي كاين بان هنا في هذه الدوله كتقول داك الانسان الا تحبستي، ماشي انت اللي حبستي، حبسوك قالك ما تجيش للخدمه راه كاين مشكل، كتخلص عادي. اضافه لديك القضيه كتخلص عادي، الا طولت الامور فان الكرا ديالك والضوء الماء والسخونيه الاخرى، ماشي غير الضوء الماء والسخونيه والانترنت ديالك كتبقى والتليفون ديالك كيبقى ما غيتقطعش عليك. فدعوا ليكم نتوما اللي ما عندكم الا انفسكم، ما عندكمش الله. دوك الناس اللي باقين واللي خرجوا في طنجة وفي سلا وما نعرف فين خرجوا ديك القرينة، الله يخرج ربكم من الكرة الأرضية. اش كديروا لهاد الأرض هادي؟ واش كدير هاد الملكية القحباوية اللي كتجمعكم في المقاطعات باش تاخد رخصة دو سيركيلي، باش نمشي نقضي حاجيات ديالي خصك رخصة، شكون عطاها لك؟ المقدم ولا السبع؟ ولات كتباع الرخصة بعشرين درهم ودرهم، وكما قالوا الخوت اللي سبقوني، ومازال غتولي غيطلع الثمن ديالها. والمقدم غيولي إله صغير أمام الإله الأكبر. الناس اللي قادة بالمسائل، مني كتقول الإنسان، وأنا شفت فيديوهات وبعتها بارتاجيتها في, 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 في الفيسبوك، الناس اللي كتقول له هو عايش داكشي اللي كيصوروا في النهار، هو باش كيعيش ما عندوش غدا، كتقول له دخل لدارك شنو يدير؟ ياكل مرتو، ياكل مرتو ولا يبدا ياكل ولادو ولا اش غياكل؟ والصندوق التبرعات وتيكذبوا عليكم، وريونا هاد الصندوق يا المغاربة يا الحوالة، يوريكم داك الصندوق واش عمر واش خاوي. هاد الملك ديالكم قال لك حط 10 الملايين ديال 10 الملايين ديال الدرهم، وشحال سرقتينا وقلنا وراه كتبوا لكم على ورقه، راه الملك تبرع ب10 المليون ديال الدراهم، قلبوا عليها قلبوا عليها، الا لقيتوها دفلوا عليا. ولا شي مغربي فيكم خدا درهم من ديك الدراهم ديال الملك ديالكم، دفلوا علينا كاملين، وقولوا هاد الناس اللي كيهضروا تيخوروا، راه ما غتاخذوا تا ريال، والله يا ربكم الا غتعذبوا في هاد يعني. نعطيكم عام راه اوروبا راه بالمشاكل ديال، راه غتسالي مع هذا المشكل، وراه غيحبسوا الزيارات ديالكم ليها والزيارات ديال الناس اللي هنا ليكم، وغتموتوا كالحشرات ما غيشوفكم تحد. الملك الهمم ديالكم كتعتقدوا بانه خايف عليكم، وتيقول لكم وهذيك الشوافة وديك ولاو القائدات، وما دوك المترمات اللي كيخرجوا الشريف الشريف دخل لدارك، تحية ليهم على إلا كانت عندهم غيرة، ولكن تخسر الهضرة ما عندنا ما نديرو بيه. ودوك البوليس ودوك المخازنية اللي ما عنده حتى النقاب، ودير نقاب واللي مرأة باش تمشي تجري وتشحط عباد الله، خارج من الفرماسيان ولا خارج يلاه تيرى الفلوس ديالو من البنكة وتضربوها صاحبي، واش هكا غت يعني دولة؟ ولكن ربكم نتوما دولة ديال انغز، خصك تنغز دين مو باش يفيق هاد الشعب ديال الخرا. خصكم تعرفوا يا خوتي المغرب، الخطر عليكم ماشي عليهم، هما نتوما اللي في خطر، نتوما في خطر اللي ما عندكمش امكانيات، هما راه الماكله ديالهم تجيهم ويحبسوا ما يزورهم حد، ما تمشي ما يمشي عندهم حد، نتوما اللي كتبقى فيك خالتك ومريضه وفيها بو حمرون وتمشي تزورها وتعاديك وتعاديها، نتوما اللي غتحصلوا. فردوا البال عافاكم، ردوا البال، راه ما بغيناهاش تجي في الشعب
انا بغيتها تجي في الاخطبوط، الاخطبوط بغيت دين مجرته ندخل بيناتهم ويبداو يفروا يبداو ينقزوا. اما انتوما ما وانتوما مكورونين، انتوما فيكم كورونا علوية، قلنا لكم انتوما مكورونين، عاد غنزيدو ليكم كورونا اخرى. ولكن انا ما هادوك اللي كيخرجوا في طنجة وفي سلا وما نعرفش تطوان وما فين خرجوا دوك الخرا، لا اله الا الله. انا كنقول لك انا بغيت كورونا تضرب امك، بغيت تضرب امك، ما بغيتش تضرب الابرياء العقلاء اللي بقاو في دارهم اللي كيتجنبوا لو كونتاكت مع بشر ديال 2 متر 3 متر، الى لقيتيه حتى 4 كيلومتر ديرها، ما تبقاوش تدحسوا. يا ابناء الوطن، حنا محتاجين لكم. كل انسان كيعطي واحد لا ديستانس من خوه راه كيحمي راسو، كيحمي واحد الانسان اخر. وانا لا يهمني عند الاخرين يهضروا يقولوا يديروا التام ويديروا لي ديزانفيكسيون ميتل، يعني داك لي برودوي دو ديزانفيكسيون. انتم المعنيون بالامر لانكم ما عندكم لا ديزانفيكسيون، ما عندكم لا ماسكات، ما عندكمش مقدوره، ما عندك فلوس، ما عندك والو. واحد يخرج يتقدى ويرجع للدار وفي التقدية ديالو يحاول ما امكن يبعد من البشر. راه يهمنا الناس الفقراء، ايها الفقراء ما تكونوش اغبياء. الى تفقرتوا ما كلموكمش بانكم فقراء، انتم اغنياء بوطن ديالكم، غير مازال ما تكتبش في السمية ديالكم، باقي مكتوب في الاسم ديال الدولة، دولة أسرة أخطبوطية ديال الحشيشية ديال الشفارة ديال، ما تبقاش تسمعوا خنوش تبرع ودار، أما كاين لا كيتقرع الشفار. واش عمرك شي شفار كيصدق؟ راه الناس كانت كتبيع المخدرات وكان عارف هاد المسائل، الناس كتبيع المخدرات في شمال المغرب وكانوا كيشريو الأضحية وكيخلصوا الدري لا يدخل المدرسة. شرف عندهم كبر من الدولة العلوية. هو كيبيع مخدرات وكيعرف بأنه كيخدم في النيجاتيف، ولكن أو ميم طون كيشري الأضحية للعائلات، كيخلص المدارس للدراري الصغار وكيكسيهم. فتحية الناس ديال المخدرات، والله ينعل دين الجرثومة العلوية اللي انتم ساقطين فيها وكتعتقدوا بأنكم أفلحتم وكتنتظروا خيرا. أنا أخاف على خوتي المغار الأغبياء، ما عندي إلا ماتوا الأغبياء، هذا في صالحنا احنا. الغبي يموت سيخرج دير الله أكبر ودير النشيد الوطني من البالكون ديالك. هذا انا يفرحني ان الحواله بحالك توقع لي هذه المشكله وتحيد من الجغرافيا ديالي، ويبقاو الناس العقلاء اللي كيخافوا على وطن، كيخافوا على وليداتهم وما تيبغيوش يعادي ولا يتعاداو. هادو هما الناس اللي كيهمونا. ردوا البال اخوتي، راه لا مقارنه. واحد تيقول لك راه درنا يعني التكوين ولا ما عرف شنو، عن بعد عن بعد، التعليم عن بعد، ما عندكش حتى على قرب. والدري جالس في المدرسه وما تيقرا والو، دابا غتوري غتبعدو. هذا علما بان غديروا ديك الغراف ديال دانون، جوج الغراف ديال دانون وخيط، المعلم يدير في ودنه ولا الطالب يدير، التلميذ يدير في استاذ شنو قلتي، عاود السؤال ما فهمتك شيء. الانترنت عندكم كاملين، البيسيات عندكم كاملين، ما عندكمش الضوء، ما عندكمش الماء، ما عندكمش الطواليت،
كنهضر على مسائل اخرى من غير الرباط وكذا. راه يعني واحد الفئة كبيرة عايشة في المغرب ما عندهاش هذه المسائل، ما كتعرفهاش، ما كتعرفش شنو هو البيسي، ما كتعرفش شنو هي الانترنت، ما كتعرفش شنو هو التليفون، ما كتعرفش. واحد تيقول لك التعليم عن بعد والدراسة عن بعد، الله يبعدكم علينا يا ولد. ما نطولش عليكم، تحياتي لكم، شكرا شكرا للخوت اللي كيفهمونا واللي كيناصرونا ولو بتعليق، وما ما كنطلبوش شي حاجة اكثر من تفهمونا. ما بغيتش تعليق، ما بغيتش لايك، ما بغيت حتى حاجة، بغيت توعية، واللي وصلته شي حاجة يوصلها للناس اخرين. يعني خافوا على راسكم، راه ما كيخاف عليكم حتى حد. هذاك الملك الهمام راه هو في فرنسا مخبي، فما تصدعوش راسكم. الاتباع ديالو كيخرجوا الجردان طبات، دوك صحاب الزميطه اللي كيديروا الميكروفون وكيقول لك بقاو في ديوركم. انا ما عمرني ما شفت توعيه بالعصا، بالعصا كيطلقوا المرود يشحطوا بنادم خارج من فرماسيان. انا صاحبي واش هادي؟ واش نتوما بشر ولا شنو؟ الله، يلا حيدوا عليه قلع.